معايا دابا واحد من اعضاء فرقه بابل اللي كنتو تعرفتوا عليها هذه 8 سنين باغنيه فيل سو رايت مع رضوان وروابا كرو، هو عادل بابل. عادل، مرحبا بك في برنامجنا. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا على الاستضافة. الشهرة ديالكم بدات هذه 8 سنين باغنيه فيل سو رايت اللي كان يعني لقات واحد النجاح كبير، ولكن من بعد غبرتوا. فين غيوبكم؟ الوغ هو كنا كنوجدوا الالبوم ديالنا، وعاوتاني كانت الاداره ديال الموازين كانت تبدلات هذيك الساعه في 2015، كان شويه ديال الصعوبات اداريه وتقنيه، ولكن احنا رجعنا دابا. اذا كترجعوا كديروا الكومباك ديالكم بمجموعه من الاغاني، مجموعه من لي سينجل، بينها فيرسيون جديده، صيغه جديده ديال فيل سو رايت. علاش بالضبط هذه الاغنيه هذه؟ هو من بعد الغياب اللي دام فتره طويله، انا بغينا نذكروا لي فان ديالنا بان بابير هي اللي خدمات مع رضوان، هي اللي دارت في الصوره. بغينا نفكروهم بديك الاغنيه اللي كان عندها صيت كبير في المغرب، وكانت عاوتاني كان في هذيك المده، فاش في ديك اللحظه فاش كنا درنا في سورايت مع روا باكرو، كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. كانوا دي فان ديال الروك، طلبوا منا اننا نديروا في سورايت فيرسيون روك. خدينا بيان سور لوتوريزاسيون من عند المناجير ديالنا والمونتيج اللي هو كان في مغرب ثقافات، صافي ودخلنا الاستوديو ودخلنا في الالبوم الجديد. ودابا راه في اكتوبر خرجناها على شكل فيديو تشالنج، ودرنا لا فيرسيون روك، وزدنا درنا اون اوتر فيرسيون اللي كان مع تعاون مع مايسترو ميكس ومفيد سباعي. إذا تعرفتوا عند الجمهور هذه 8 سنين، ولكن قصتكم مع الموسيقى بدات من قبل في 2007 في المحمدية. عاود لينا كيفاش تلاقيتوا مع الدراري الاخرين وقررتوا انكم تكونوا فرقة بابل وتختاروا واحد اللون موسيقي خارج على العادة، روك. هو في 2007 كانوا الدراري، كان ياسين اجبلي، ادم اركام، دريس بن كيران اللي كاينين متواجدين دابا، كانوا دايرين، هما اللي اسوا جروب بابل، وكانوا كيلعبوا لا فيزيون غناوه، كانوا دي فيناليست في 2010 في جينيراسيون موازين. من بعدها انا التحقت معاهم في 2010، وقلنا علاش ما نبدلوش لو ستيل، نخرجوا من نديروا شي ستيل جديد هيفي ميتال ونديروه بالدارجه. هذه هي اللي كانت الفكره، وديك الساعه دخلنا الاستوديو ودرنا فيه على حساب الملف باش ندفعوا لجينيراسيون موازين، درنا واحد ثلاثه ديال لي سينجل وسجلناهم، والحمد لله دزنا لا بري سيليكسيون، من بعد الدومي فينال، ومن بعد لا فينال في 2011. وتما كان تصادفنا من حسن الحظ مع رضوان، كان في هذاك العام واشتغلنا معاه. اشتغلتوا معي، اذا كما قلتي ربحتوا في مسابقه جينيراسيون موازين في فئه فيزيون.
إلى أي حد غيرت هذه الجائزة هذه في مساركم الفني؟ إضافة هو أنك ما كتبقاش في ذاك ما كتبقاش أماتور هاوي، كتدخل عاوتاني شوية الاحترافية فاش كتكون معاك واحد ليكيب دو بروفيسيونيل اللي يتبعوك بواحد الطريقة تقنية، غادي ينتجو ليك، غادي يديروك دي فورماسيون، غادي تقدر تدخل استوديو بروفيسيونيل، درتي دي تورني، شفتي جمهور، طلعتي لي سين كبار، شاركنا في موازين مع دومبيك. دومبيك كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر، اللي دابا اكتويلمون انا سنيت كونترا دو برودكسيون مع سا سوسيتي، طلعنا معاه في فيستيفال موازين وفيستيفال كازابلانكا. اذا هذا لو كومباك ديالكم، هذا الرجوع ديالكم، واش فيه تغيير؟ واش بابل ديال هذه 8 سنين هي نفسها ديال 2020 او كاين شويه ديال التغيير موسيقيا؟ هو لاتوج ديالنا خلينا، لان اول خروج ديالنا بزاف ديال الجمهور عجبو هذاك لو ستيل، كاين بزاف ديال المتتبعين اللي متعطشين هذاك لو ستيل وبغاو يسمعوا بحال هذيك هذاك لو روك، لان كاين جمهور كبير في المغرب اللي الى بغينا باغ اكزومبل المهرجان ديال بولفار فاش كيديروا النهار ديال الروك راه تتلقى اقبال كبير. كاين في الساحه الفنيه المغربيه مجموعه من الجروبات ديال الروك، ولكن كيبقى الذوق السائد حاليا في المغرب باش لواحد اللون معين سورتو بوب. علاش في نظرك كيبقى الروك دائما موسيقى اندر جراوند؟ هو المشكل شويه عويص ومتشعب، ولكن انا كنظن ان خص شويه انفتاح على نوفيل سين. تبارك الله دابا لي رابور فرضوا هما الوجود ديالهم بيان سور مع الاباطير اللي حطوا الحجره على دومبيك مسلم اكسترا. كاين تبارك الله لو جروب ديال هو سبيريت اللي عنده لا توش ديالو ويحترم عنده الجمهور ديالو، خص غير شويه ديال المديرين الفنيين ديال المهرجانات وداكشي عندهم يلتفتوا. راه ما كاينش غير انماط اللي محدوده، ولكن كاين حنا راه مغرب ثقافات، كل منطقه عندها ايقاع ديالها، عندها لهجه ديالها، عندها اغاني ديالها، داكشي الو نقدروا فهمتي نحاولوا اننا نتفتحوا على بزاف ديال الانماط. والمغرب ده تبارك الله راه زاخر بهذه الثقافه. اذا السينجل الجاي امتى غيتطرح؟ السينجل الجاي ان شاء الله في اقرب وقت، ان شاء الله من هنا دو موا الوغ في مارس ان شاء الله يكون واجد. عادل كنتسناو اغانيكم وجمهوركم كيستناوها بفارغ الصبر. شكرا لتلبيتك دعوتنا. بون كونتينياسيون. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. شكرا لكم، شكرا لبرنامجكم الجميل اللي كي يعني بالفنان وتينفتح على بزاف ديال الانماط، وتحيه لكم وشكرا جزيلا.